طلعت؟ شو اخبار رفيقك عدنان؟ صار له زمان مو مبين. والله ما بعرف، صار له اكثر من اسبوعين مو مبين. اوف، شو السبب؟ ليكون لا سمح الله صاير له شيء؟ شو بدي يكون صاير له يعني؟ لا تخافي عليه مثل الخلد، بس هو هيك له بالعاده بغض غطات طويله، وين؟ الله اعلم. طيب حبيبي اسال عنه انت، مو حلوه؟ يعني انتوا رفقه والله لا يفرق بيناتكم. ما في بالعاده تسالي عن رفيقي عدنان، شو القصه؟ صحيح، بس يعني انا بحس انه انت بتاخذ راحتك معه وبتنبسط. اي والله بيسليني كثير، بكره رح اتصل فيه وشوف شو اخباره. كيفك عدنان؟ شو اخبارك؟ وينك يا رجل لا حس ولا خبر؟ لك ما قلت لك لا تغط علي؟ ايه حاجتك بقى، اطلع من هالبواب. شو رايك تجي لعندي اليوم المساء؟ تجي على المكتب؟ ليش هالمكتب؟ لا لا لا، ما بحب المكتب. اخي بتجي لعندي على البيت، بالبيت بناخذ راحتنا بالحكي اكثر. اخي ما بدي اعتذارات وما بدي اياك تجي على المكتب. خلص مثل ما عم اقول لك، اليوم الساعة 8 المساء بتكون عندي بالبيت، لا تنسى. ماشي عدنانو؟ اوكي. الله معك. يا عدنان، ما قلت لي من شو هدول الكدمات اللي بوشها؟ ايه شغلة بسيطة، كنت نازل على الدرج قمت تزحلقت بقشرة موزة وقعت على وشي. طب لا والله يا عدنان، باين الشغلة مو شغلة واقعة، اكيد عامل لك شي مشكلة وعلى الآن شي خناقة. ايه شو انا ولد صغير حتى اعلق بخناقة؟ اللي كنت انا شلون بيحكي. المهم هلا بتعرف انه صار لي اسبوع وانا عم فكر بالموضوع اللي حكيتني فيه. أنا موضوع؟ موضوع الجوازة. أنا جوازة؟ شبنا عدنان، ما حلك تنسى، بالمرة الماضية وقت اللي جيت لعندي وقعدنا هنيك، مو أنت اقترحت علي إن اتجوز على مرتي؟ أنا؟ أنا اقترحت عليك تتجوز على مرتك؟ إيه أنت، وبالعلامة قلت لي خود بنت صغيرة مشان تجدد شبابها. تجدد شبابك؟ أما هي سمعة، قال يجدد شبابه قال. ليش مالك شايف حالك كيف ختيرت وهرهرت؟ ايه بقى ناقصك جوازة تانية انت؟ عال والله بده جوازة تانية. نكتة الموسم هي. شي انت اكيد صار معك فقدان ذاكرة، ما في كلام. طيب انا رح ذكرك اكتر، ما قلت لي خود بنت من جبل العرب لانه الجبليات حلوة، او خود حلبية لانه الحلبيات لهم مراق بالطبخ والطرب، او خود جبلاوية لانه الجبلاويات. لك شو عم تخبص انت؟ شو عم تخبص؟ ايه ما صار بيني وبينك هيك حديث منوب. لك شو جنيت انا لحتى افتح معك هيك موضوع؟ جنيت انا؟ مشان الله طلعت لا تمزح معي هيك مزح، مشان الله. بعدين اذا انت ناوي تتجوز على مرتك يا اخي تصطفل، بس مو تلزق الشغله بظهري. طلعت العمى بعيونك العمى، لك انت شو عم تحكي انت؟ شوف طلعت، انا رفيقك وبمون عليك وما بنصحك تعمل هيك شيء على الاطلاق، وقسما بالله اذا بتفكر مجرد تفكير انه تتجوز على الست ماجدة، لا انت رفيقي ولا انا بعرفك، انت من طريقي وانا من طريق. عفوا يعني العامة قال يتجوز على الست ماجدة، قال روح اضحك بعبك وحمود ربك واشكره انه عندك بالبيت هيك جوهرة نفيسة.